السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده اللي هو اللحم، لحم غنم بالعظم نايمي. ده العرض بتاعه النهاردة في مستو. ده لحم غنم باكستاني وده لحم غنم هندي. ده سعر لحم العجل اللي هو بالعظم المحلي. ده لحم البقر بالعظم المحلي. ده لحم بقري بالعظم الباكستاني. كان لحم بقر هندي بدون عظم، السعر بتاعه 24 ريال، 95 يعني 25 ريال. لحم بقر مكعبات، لو انت عايزة مكعبات يعني والكلام ده. السعر بتاعه 8 ريال. طبعا دي احنا عارفينها بقى، يعني مش محتاج ان انا اقول الاسم. المفروض مكتوب عليها بابا ارجل. طبعا سعر العلبة دي تقريبا 13 ريال، 75 كم جرام مش معروف. ودي عظم البار اللي هي العلبة الواحدة دي، دي ب5 ريال لوحدها أو ب4.5 تقريبا. ده الكبدة بقى، طبعا الكبدة الكيلو ب29 ريال. تمام، ديت يعني مثلا يم هنا قدام خالص ديت ب10 ريال. هلا غالي. طبعا دي كلا غنم طازجة، دي الكلا بتاعتها تحت الغنم طازجة. طبعا الشكل الجميل ده طبعا ناس كتير بتحبه. السلام، مين اللي يعمله لنا بقى تاني؟ ده طبعا المخ. طبعا عشان خاطر تقف والكلام ده لازم يبقى فيه ايه، نظام وكده. طبعا وقفنا عند المخ بتاع الغنم، وده قلب الغنم اللي هناك ده ايه، واللي ورا خالص ديت مخ برضه بتاع الغنم، واللي هنا خالص دي أسنان الغنم، لسان الغنم. ده مخ الغنم، ودي طبعا تعتبر اللي احنا بنقول عليها الكرشة. الكرشة دي تقريبا عاملة 14 ريال، 75 ريال، 50 ريال، 50 هللة. دي طبعا كبدة بقري، في كبدة غنم وفي كبدة بقري. تمام، ده برضو لا هم بيقولوا عليها لحم بس هي الكرشة يعني. دي برضو يعني شوية عروض هنا بتبقى عليها بتاع دي زي العرض ده مثلا كده. تمام، بس دي تقريبا طازجة يعني 900 جرام ب9 ريال ببلاش. دي دواجن متبل جاهز اساسا. ده
ده كله جاهز. ده متكبر جاهز.